السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الفرق بين ما حدث لنيرة في المنصورة وما حدث لمروة في الأقصر؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في البداية أسأل الله عز وجل أن يرحم نيرة وأن يرحم مروة وأن يرحم كل أموات المسلمين وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، اللهم آمين يا رب العالمين. الحقيقة طبعا كلنا كانت بتدمى قلوبنا وتبكي الدماء بدل الدموع على ما حدث لهذه الطالبة نيرة، لأنه كان حادث أليم جدا، يعني وجع قلوبنا فعلا وبكينا بكاء شديدا على هذا الحادث. لكن في نفس التوقيت يا حبيبي، في نفس اليوم حدث أكتر من جريمة، وطبعا كان يوم دامي الحقيقة في حياتنا، وكان يوم مؤلم جدا وثقيل جدا على قلوبنا في ذلك اليوم. في نفس اليوم كان في بنت يعني مسكينة اسمها مروة من مدينة الأقصر الحبيبة، أخوها قضى على حياتها بثمن طعنات عياذا بالله من أجل الميراث، عايز يأكل حقها في الميراث عياذا بالله، ربنا يعافينا وعافيكم. فأنا شايف أن موضوع مروة كان أشد إيلاما من موضوع نيرة، لكن موضوع نيرة يمكن الله يرحمها يعني إيه، يمكن اشتهر أكتر لأن تم تصوير الواقعة وكان المشهد مؤلم، لأن إحنا ما تعودنا على أن نرى مثل هذه المشاهد، مثل هذه المشاهد المؤلمة. لكن موضوع مروة يمكن يعني ما مرش على قلوبنا بنفس الوجع ده تمام، لأنه لم يتم تصويره، وإلا لو تم تصويره تخيلوا يمكن نيرة الله يرحمها تم القضاء على حياتها من قبل شاب له أخوها ولا أبوها ولا قريبها، يعني واحد لا تمت له صلة بها سوى أنه بيحبها وكان عايز يتجوزها، إنما مروة تم القضاء على حياتها من قبل أخيها ابن أمها وأبيها، اللي هو المفروض يكون سندها وأخوها وحبيبها وهو اللي يرعيها وهو اللي يكون مضلل عليها لحد آخر يوم في حياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لمجرد أن مات أبوه أو ماتت أمه، أنا معرفش مين فيهم اللي مات، فجاء دور توزيع الميراث، أراد أن يستأثر وأن يأخذ الميراث كله لنفسه، وأنه هو يحرم أخته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة العادة الجاهلية الجاهلية دي منتشرة في بعض الأماكن عندنا في مصر، إن هم شايفين إن عيب إن أنت تورث البنت، إذا كان ربنا اللي أمر إن هي تورث إحنا نقول إن عيب إنها تورث، وكأننا نعدل على شرع ربنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مين يقول الكلام ده يا جماعة؟ وفي النهاية دي دنيا، يعني أنا بقول، أنا بتخيل نفسي لو إني مثلاً كان لي أب غني أو حتى متوسط الحال ومات وترك لنا مالا، والله ثم والله لكنت أتنازل عن كل شيء لإخواتي البنات، لأن دول على راسي وأنا سندهم وظهرهم وأنا الظل اللي بيضلل عليهم من حر الشمس، مش إن أنا أطمع في إخواتي، ده أنا أديهم حقهم وزيادة كمان، أقول لها أختي حبيبتي ده ميراثك وده ما تصرفيش منه حاجة، أنا اللي أصرف عليك وأنا اللي أقوم بكل احتياجاتك، ده أنا أخوك وضلك وأنا سندك، ملكيش حد في الدنيا غيري. فالمفروض يبقى هو ده اللي بيحصل. عشان كده بقدم نصيحتي لكل شاب وكل رجل حرم أخته من الميراث، بقول له إلحق وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله العظيم ما هتخرج من الدنيا إلا بالكفن والعمل الصالح، وأختك دي يوم القيامة هتقف بين يدي الله وتقول له يا رب سل هذا فيما ظلمني. زاد على ذلك بقى هذا الشاب الذي قضى على حياة أخته بثمن طعنات، جالك قلب إنك تطعن أختك بدل ما تاخدها في حضنك وتبوس راسها وتطبطب عليها وتقول لها أنا أخوك وسندك، تمسك السكينة وتطعن أختك ثمن طعنات، مش طعنة واحدة كمان، ثمن طعنات، جالك قلب إزاي؟ وبعدين هو انت لما طعنتها خدت ايه من الدنيا؟ الميراث اللي كنت طمعان فيه خلاص تركته وتركت كل شيء، بل يمكن كمان تترك الدنيا غير مأسوف عليك، آثما ستلقى الله عز وجل وأنت مرتكب جريمة في أقرب الناس إليك، قطعت رحمك وقضيت على أختك، ويوم القيامة هتمسك بتلابيبك وتقدمك بين يدي الله وتقترب من العرش وتقول له يا رب سل هذا فيما قتلني،
هتقول ايه لربك يوم القيامة؟ سبحان الله، اهو المال اللي انت كنت يعني ضيعت اختك بسببه، اهو المال دوت راح عليك، بل حياتك راحت عليك. اقل حاجة هتحصل لك ايه؟ هتاخد مؤبد، هتعيش حياتك كلها في السجن، اديك ضيعت الفلوس وضيعت اختك رحمك اللي المفروض تكون سند ليها، ولا حول ولا قوة الا بالله. شايف ان الموقف ده اشد ايلاما مما حدث مع نيرة الله يرحمها رحمة واسعة، وانا اثرت هذا الموضوع حتى تدعو لتلك المسكينة التي خرجت من الدنيا بتلك الصورة البشعة، لا أقول على يد شاب غريب ولا على يد رجل غريب، إنما على يد أخيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم يعني أنا بكيت بكاء شديد جدا، بقيت أقول يعني البنت ديت عشان بس ما تمش تصوير الحادث اللي حصل لها، يمكن قل أن تجد من يترحم عليها. قلت واجبي كرجل داعية ان انا القي الضوء على هذه الاخت علشان فعلا نتذكرها من دعوتنا. ربنا يرحم كل موتى المسلمين، ويرحم يا رب العالمين كل انسان مات مظلوما، سواء كان على ارض وطني او على اي ارض مسلمة على وجه الارض. اللهم امين يا رب العالمين. وده بيذكرني بموقف عجيب جدا ورب الكعبة، كنت حكيته قبل كده زمان من 10 سنين تقريبا في خطبة في مسجد العزيز بالله. هذه الخطبة كانت بعنوان بصمة في قبر. كان رجل غني حبيبي، وبعدين كان عنده يعني 4 من أولاده شباب كلهم، وكان يعني بيغدق عليهم، كان يعني بيعطيهم أموال عجيبة. أعطى كل واحد شقة تمليك، وجاب لكل واحد سيارة على الزيرو، وعمل لكل واحد مشروع. ومع ذلك كان عنده أراضي أيضا وعنده عمارات، لكن كان عنده عمارة في موقع متميز جدا بتطل على النيل مباشرة، وأدوارها عالية جدا وعمارة فخمة جدا. فكان فيهم ولد كان طمعان إن ياخد العمارة دي لنفسه، ومش عارف يعمل إيه. المهم يقدر ربنا حبيبي إن الأب يموت. فلما مات الأب، وبعدين راحوا عشان يدفنوه، وهم رايحين عشان يدفنوه، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الشاب الصغير ده اللي هو اصغر واحد في الاربعة، بعد ما تم دفن الاب والرجل التراب زي ما بيقولوا طلع من القبر وكده، فالشاب ده قال لاخواته، قال لهم هنزل بس اشوفه كده موجه والدي على القبلة ولا لا عشان اطمن عليه. فنزل، وبعدين هم واقفين بقى فوق بيدعوا للاب، وبعدين في ظل ما هو طول قوي في يعني في تواجده داخل القبر، فاخوه الكبير عمال بينادي عليه، يا فلان يا فلان اطلع بقى كفايه كده عشان نقفل القبر. ما بيردش خالص، فقال لحسن يكون اغمى عليه، فقلبه توجع على اخوه، فنزل فشاف منظر ورب الكعبه اعجب من الخيال ولا يخطر على قلب بشر. يا ترى ماذا شاهد؟ تخيلوا ايه اللي حصل. هذا الشاب الصغير أراد إن هو قبل ما يقسم الميراث أراد إن هو ياخد العمارة اللي على النيل لنفسه، ثم بعد ذلك تقسم باقي التركة بينه وبين إخواته، عشان يقول لهم ده أبويا إداني العمارة دي وتنزل لي عنها قبل ما يموت مثلا ب7 أيام ب10 أيام بأي تاريخ، تمام؟ وبعدين لما مات بقى يعني هو كان المفروض هيقول لكم، بس إيه؟ بس نسي يقول لكم. فعمل عقد بيع، عقد بيع للعمارة دي، تمام؟ وعملوا بتاريخ قبل الموت مثلا بأيام، ونزل القبر ومعاه في جيبه الختامة اللي هي مليانة حبر ديت، ونزل وفي جيبه التاني العقد بتاع البيع، وراح فاكك الكفن وهو نازل بيقول لهم انا داخل اطمن على ابويا اشوفه متوجه للقبلة ولا لا. فك الكفن بتاع ابوه وطلع صباعه، وهو طبعا لسه ميت ما بقالوش 2 3 ساعات فلسه جلده طري، فخد صباعه الكبير وراح حطه في الحبارة دي، وراح بصمه على العقد في كل صفحة، راح مبصمه، وبكده يكون تم البيع تماما، وكأنه خد العمارة وبقت ملكه هو لوحده، ولسه واخد العقد وفرحان بيه ولسه هيطلع من القبر، كان على موعد مع ملك الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا خبر أبيض، إيه ده؟ إيه اللي هو عمله في نفسه ده؟ بأنت سرقت عمارة وقبل ما تستمتع بيها
اتدفنت جنب ابوك وهتتحاسب يوم القيامة والعقد ده هتلقى بيه ربك انك سارق وجاي على ظهرك العمارة اللي سرقتها يوم القيامة في ارض المحشر، ويبقى الدنيا كلها عارفة ان انت سرقت اخواتك في عمارة على النيل ومش هتستفيد منها اي حاجة، لان قبل ما يخرج بالعقد ده كان مات. نزل اخوه لقاه لسه بيخرج وحاطط رجله على اول سلمة ومكفي على الارض والعقد في ايده ولسه مبصم ابوه، وابوه ايديه خارجة بره الكفن ومليانة حبر، بصمة في قبر. خد ايه من الدنيا؟ ولا حاجة. استفاد ايه؟ ولا حاجة. ده تقريبا شبه اللي عمله اخو البنت مروة، اخوها خلص عليها عشان الميراث وفي نفس الوقت بقى في السجن، يا هيتقتل يا هيتعدم يا إما هياخد مؤبد. سبحان الله. وفي النهاية قطع رحمه وظلم أخته وقضى على حياتها بدل ما هو اللي حافظ على حياتها، وخد فلوسها وسرق حاجتها بدل ما هو اللي يزود لها فلوسها ويحافظ لها عليها. عشان كده وصيتي لكل أخ ظلم أخته، بالله عليك، بقول لك بالله عليك، والله العظيم الدنيا أصبحت مرعبة، والله العظيم الدنيا بقت مخيفة جدا، بالله عليك، والله العظيم لا الفلوس هتنفعك ولا هتزود رزقك ولا هتعمل لك حاجة، بل هتأتي عليك بالوبال. ودعوات أختك المظلومة وهي بالليل بتقول يا رب هات لي حق من أخويا اللي ظلمني وكلم راسي، عمرها ما هتعدي. دعوة المظلوم تمر كأنها شرارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. ويعني لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لم شمل أسرتكم يا حبيبي، خافوا على بعض، الدنيا مش مستهلة والله العظيم. والله أنا يعني أنا أعيش كم معي ثلاث أخوات، إخواتي واحدة توفيت الله يرحمها وبقي اثنتان، والله العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل جعل المحبة بيننا، إن الحمد لله كل واحد فينا بيتمنى يعطي التاني كل ما يملك، والله العظيم والحمد لله رب العالمين. عمر ما حد فينا فكر في أبدا في أنت تملك إيه ولا أنا أملك إيه، حاجتي هي حاجت إخواتي وحاجت إخواتي هي حاجتي، ما فيش فرق بيننا خالص بالمرة، وإخواتي حطتهم فوق راسي بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون الأخ لأخواته البنات، لأنها إنسانة ضعيفة ومكسورة وعايزة سند، كن أنت سندا لها بدل ما تاكل حقها، خليك أنت السند لها. سامحوني طولت عليكم شوية لكن كان لازم أتكلم في هذا الموضوع. لا تنسوا نيرة من الدعاء لها بالرحمة والدعاء لأسرتها، ولا تنسوا مروة بالدعاء لها بالرحمة والدعاء لأسرتها بأن ربنا يصبرهم، ولا تنسوا الدعاء لكل مسلم على وجه الأرض مات مظلوما. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.